40 يوماً مرت على مقتل صالح، كانت كفيلة بالإفصاح عن شيء من أشياء ترتب تحت الطاولة. فالمشهد بعد صالح بالتأكيد ليس كما كان في وجوده فيما يتعلق بوضع الانقلابيين، فالرجل كان يوفر لهم غطاء سياسيا وقنوات تواصل مع الخارج الذي كان يراهن على برجماتيته، لكنه في الأخير وقع ضحية لذلك المشروع الذي دشنه بالتحالف مع الحوثيين والانقلاب على الشرعية. على الناحية المقابلة، الواضح الآن أن مشروع صالح لم يمت بخروجه من المشهد كما كان يعتقد البعض، خصوصا فيما يتعلق بالأجندة الإقليمية التي لجأت إلى أقاربه في المضي قدما في مخططاتها باليمن. فظهور طارق ابن الأخ الشقيق سالما معافى في مناطق الشرعية وبتأمين وحماية من قوات التحالف وتأكيده التمسك بما ورد في خطاب صالح الأخير مقابل الحصار المفروض على الرئيس هادي وعدم قدرته على العودة إلى العاصمة المؤقتة، مؤشر واضح على أن اليمن لا تسير وفق ما أرادته الشرعية والشعب اليمني من الاستنجاد بالجوار للتصدي لتحالف الانقلاب. وعليه يبدو بأن زمام الأمور وما يتعلق بمستقبل اليمن لم يعد بيد الشرعية وحدها، على اعتبار أنها لا زالت تملك شيئا في الأصل. الترتيب الإقليمي لتوريث مشروع صالح يرافقه تحشيد جماهيري في الداخل لتغيير صورة العميد طارق الذي أسهم كثيرا مع عمه في إنجاح الانقلاب، وجعله بالطرف المقابل هو استفزاز لجرح اليمنيين الدامية من أفعالهما. التي خلفها المجرم السفاح عفاش وزبانيته. هذا الاستفزاز قابله ردة فعل من شباب الثورة في تعز الذين طالبوا بمحاكمة شركاء الانقلاب، وجعل تعز تحتفل بأربعينية صالح على طريقتها وبما يليق بجراحها. فالقفز على التاريخ أمام ذاكرة الجماهير الحية فعل خاسر، والمرهنة على أوراق الماضي منتهية الصلاحية فعل خاسر أيضا، وثلاثة أيام من الدفاع عن النفس لا تمحي ثلاثة أعوام من قتل اليمنيين. زعيمهم احترمنا مشاعرهم.